عليكم طلاب، شلونكم؟ شنو الاخبار؟ وياكم الطالب محمد علي سامر من كلية الصيدلة. اليوم ان شاء الله راح ناخذ المحاضرة الخامسة من الباراسايت اللي هي السبوروزوا، وسبيسيفيكالي اللي هي الملاريا، وراح نعرف شنو هي وشنو وضعها. في بداية الامر راح ناخذ اول شيء الام سي كيو عن المحاضرة السابقة اللي هي تريبانوزوما، نحلها وبعدين نرجع على الملاريا محاضرة. نجي على MCQ. أول نقطة: One of them is not salivarian trypanosomes. زين، إحنا trypanosoma قلنا أكو salivarian وقلنا أكو circadian، زين، اللي هي اللعابية، واللي أكو واحدة ثانية اللي هي تكون تجي عن طريق الفضلات. زين، أول شيء trypanosoma brucei brucei، B trypanosoma rhodesiens، C trypanosoma cruzi، D trypanosoma gambiens. يا هي من عندهم is not salivarian، يا هي من عندها غير لعابية، اللي هي trypanosoma cruzi اللي هي الأمريكية. أوكي، هذا هي النقطة الأولى. النقطة الثانية نقول one of the drug is used in the treatment of African trypanosome. أحد الأدوية مستعملة في علاج تريبانوزوما الأفريقية. زين، يا هي اللي تعالج تريبانوزوما الأفريقية، طبعا الأفريقية هي نفسها السلفاريان، زين، اللعابية. A مترونيدازول، B أنفوتريسين B، C بنتافالنت، و D أنا ما أعرف ليش كاتبها هاي D. زين، ميلارسوبرول. هنا أنا الجواب الصحيح الدواء اللي استعمل لعلاج الأفريكان تريبانوزوم اللي هي الميلار سوبرول. اوكي، النقطه الثالثه هو از ذا فيكتور اوف تشاغاس ديزيز. زين، التشاغاس ديزيز هاي النقطه كنت عرفوها شنو هي، انه تشاغاس ديزيز المرض اللي سببه هي الكروزي. زين، هذا اللي سببه الامريكان. اوكي، فيا هو الفيكتور مال تشاغاس ديزيز، يا هو فيكتور مال الكروزي. زين، A trichotomina bug serves as the vector، أو B tsetse fly، أو C sandfly، أو D there is no vector. هل هناك vector دولا؟ زين، الجواب الصحيح إنه Chagas disease اللي هي ال trypanosoma cruzi الناقل مالته اسمه trichotomina bug. زين، أربعة، in African trypanosome the form of trypoma zygote enter the midgut of the fly when they become dash form. يقول لك بالتريبانوزوما الأفريقية التشكيلة اللي اسمها الترايبوماستيغوت، الهيئة الترايبوماستيغوت، يقول لك من تدخل للميدغوت، زي هاي بالأفريكان قاعد نحكي، لأن الأمريكان تختلف، فمن تدخل للميدغوت فمال الفلاي بالمعدة مال الفلاي الوسطى، هناك شو راح يتحول؟ التحول مالتها الفورم ثانية شنو راح يكون؟ الجواب هنا أنا A متاسايكل ترايبوماستيغوت غلط، B أماستيغوت غلط، C إبيماستيغوت غلط، D اللي هي بروسايكليك ترايبوماستيغوت، هو هذا الجواب الصحيح. زين، خمسة، infection through the conjunctiva can result in periorbital swelling. تيام، قلنا الإصابة بالعين الإصابة بالعين إذا صارت تورم بيها بالتريبانوزوما طبعا. زين، شنو راح يصير اسم هذا المرض؟ اي sleeping sickness ما له علاقه، تشاغوما مهمه ما لها علاقه، sleeping sickness بالافريكان ما لها علاقه بالعين. زين، تشاغوما اللي هي راح تصير بالجلد فهمه ما لها علاقه، رومانا ساين هو الجواب الصحيح، وعندك الدمدم فيفر هي اصلا مال اشمانيا مو يم السالفه، فالجواب الصحيح سي. فعندنا الاجوبه اولا سي، ثانيا سي، ثالثا اي، رابعا دي، خامسا سي، هاي الأجوبة. وهسه راح ننتقل إلى التريب شو اسمه بلازموديوم سبيشيز. طبعا ممكن هسه راح يسمعون شوية صوت هواء تشويش هاي، بس أدروني لأن الدنيا مال العراق حبيبي والله كلش باردة يعني بالعراق، فيب مهم نبدي. أول شيء البروتوزوا يا هي من عندها، هسه احنا طبين النوع جديد، احنا صار نتلاطم من لكتشر الثاني للرابع بس عن الفلاجيليت، وإذا نحكي كفيلم كلها من الأول للرابع هي نفس الفيلم واحد اللي هو الساركوما سيغوفورا. هسه راح نطب على الفيلم الثاني. الفيلم الثاني شنو اسمه؟ الاسم سبوروزوا. سبوروزوا راح نعرف شنو هو ومن جماعته. زين،
السبوروز هو شو اسمه اخوان يقول لك undergo a complex life cycle. خلينا نقربها، راح يضمن حياة يعني life cycle معقدة، راح تكون زين دورة حياة معقدة with alternating sexual and asexual reproductive phases. هنا راح يكون بيها فيزات جنسية وفيزات لا جنسية. اوكي ذيك اللي اخذناها تريبانوزوما واللشمانية والنيجليريا والش اسمه الباقيات الثانيات ترايكوموناس والجيارديا والانتاميوهسوتيكا كان بيها بس اسكشوال، ماكو سكشوال. هنا هسه راح نطب على السكشوال. اول وحدة سكشوال يا هي اللي هما جماعة السبوروزوا. هسه راح نعرف من جماعة السبوروزوا. The human parasites اللي هي اسمها كريبتوسبوروديوم، هذا اسم الجينوس مالتها، الجينوس اسمه كريبتوسبوروديوم. زين عندنا توكسوبلازما وايضا عندنا ملاريا. التوكسوبلازما والملاريا اللي راح ناخذها شو اسمه عن السبوروزوا. زين راح ناخذهم طبعا بهاي، بس هم اكيد اكو هواي انواع بس راح ناخذهم هذول. زين الملاريا شو يسموها ايضا بلازموديوم سبيشيز، انواع البلازموديوم كلهم يكونون انتراسيلولر باراسايت. اوكي كلهم انتراسيلولر باراسايت جماعه السبوروزوا. زين بلازموديوم سبيشيز هسه اول شيء راح ناخذ اللي هو الملاريا، هي تكون بلود سبوروزوا. اوكي هاي اللي هي شكل البلازموديوم اللي هي تسوي ملاريا. طبعا ملاريا كلش مهمه يعني لان هواي اصابات بها يعني بغداد شنو بالعراق. زين فراح نشوف شنو وضعها. اول شيء الفيلم مالتها من هو ابي كومبلكسا، الكلاس اسمه سبوروزوا. اوكي الفيلم اسمه ابي كومبلكسا، الكلاس اسمه سبوروزوا. هذا ثاني فيلم راح ناخذه اللي هو ابي كومبلكسا. اوكي ذاك الباقيات كلهم كانوا ساركوما سيغوفورا. زين ملاريا، ملاريا ازدنم، خليني اشرها هنا انا is the number one killer of the all parasitic disease. يعني يا هي أكثر وحدة تسبب يعني موت من هذول الباراسايتات من هذول الطفيليات. الملاريا أكثر وحدة تسوي يعني موت. أوكي أول يعني أكثر وحدة. زين it is estimated that at least 1 million people die of malaria each year. يقول إن تقريبا حوالي مليون إنسان يموت بالملاريا كل سنة. زين mostly children under 5 years of age، اغلبهم يكونون اطفال تحت الخمس سنين. زين transmission to human، شلون راح ينتقل الى الانسان؟ is by the blood sucking bite of female anopheles mosquito. يقول الانتقال الى الانسان راح يكون عن طريق زين شو اسمه عضه تكون ماصه للدم اللي مال منه مال الموسكيتو الانوفيل اسمها فيميل انوفيل موسكيتو البعوضه الانوفيلز. اوكي موسكيتو زين عندها فور سبيشيز هاي بلازموديوم، هي نفسها ملاريا بس عندها فور سبيشيز اوف بلازموديوم كوز ملاريا ان هيومنز. منهم هذول الفور سبيشيز، اول واحد بلازموديوم فيفاكس، بلازموديوم فالسيبارم اللي هي اقوى وحده يعني اكثر وحده شلون نقول غثيثة اللي هي بلازموديوم فالسيبارم، بلازموديوم ملاريي أكثر وحدة بطيئة وعلى كيفها ملاريا ملاريا هيش كلش بطيئة تمشي. زين الإصابات ما أتوا هاي، وعندنا بلازموديوم أوفالي. زين the two most common، زين the two most common species أكثر نوعين شائعات اللي هم بلازموديوم فيفاكس وبلازموديوم فالسيبارم. زين يقول لك الفالسيبارم اكثر وحدة تكون مرضية بينهم كلهم، طبعا هو اكو نوع خامس ما ذاكري اسمه بلازموديوم نوليزي. اوكي بس هذا مو يمنا زين هاب بالشرق اسيا. زين يقول لك هنا هاي معلومة مهمة، يقول لك البلازموديوم فيفاكس حوالي 43% من الكيسات مال ملاريا الموجودة بالعراق تكون هي بلازموديوم فيفاكس. اللي هي شنو صفات بلازموديوم فيفاكس؟ تكون سيمبل بسيطة وبناين حميدية وترشيان ثلاثية، راح نعرف شنو الترشيان شنو هاي. زين هسه راح نطب على اللايف سايكل مالتها. زين اللايف سايكل اول شيء عندها احنا قلنا عندها دورة سكشوال وعندها دورة اسكشوال. اوكي الدورة
سكشوال، بس انتبهوا، السكشوال الجنسية راح تكون بالموسكيتو مو علينا، اوكي؟ بالموسكيتو. الدورة الاسكشوال اللي هي الغير جنسية راح تكون بالانسان. انتبهوا لهاي النقطة، اوكي؟ زين، هسا راح نبدأ بالهيومن سايكل اللي راح يصير بيها الاسكشوال اللا جنسية. زين، او عندها فيزات ثلاثة، زين، او هي بالاحرى اربعة بالمصدر، بس هي الطبيعية طبيعية ثلاثة. زين، اول فيز شنو اسمه؟ اسمه اكسو ارثوسايتك ستيج شيزوغوني. زين، خلنا نكتبه هنا اولا. زين، اسمها اكسو ارثوسايتك ستيج شيزوغوني. الاسم شوية طويل بس خلنا نفتهمه شنو هو. اكسو ارثوسايتك يعني خارج مجرى الدم او خارج كريات الدم الحمر، اوكي؟ يعني هذا الستيج، هاي المرحلة تكون خارج كريات الدم البيض الحمر، عفوا الحمر. زين، وتكون فد شيء اسمه تشيزوغوني، اوكي؟ عندنا الدورة الثانية هسه راح نشرح، اوكي؟ الدورة الثانية اسمها إرثروسايتك سايكل، يعني شنو هاي؟ راح يصير بمجرى الدم وخاصة بكريات الدم الحمر. زين، عندنا ثالث واحد اسمه غاميتوغوني. غاميتوغوني اللي هو تكوين اسمه تكوين، وليس انه شو اسمه راح يصير سكشوال، اما تكوين الاطفال، يعني على مود نفتهمها احنا، اللي هم راح يصيرون ذكر وانثى، يعني طبعا مال ملاريا، اوكي؟ هسه من نجي راح نفتهمها من شنو هي غاميتوغوني. هي طبعا هي شو اسمه الجرثومات الجنسيه. زين، عندك بالموسكيتو، طبعا هاي الانوفيل موسكيتو، هاي هيك يصير شكلها. زين، عدها هو الموسكيتو سايكل، نشوفها بعدين. زين، هسه نبدا بالبدايه. اول واحد اسمه اكسو ارثروسيتك ستيج شيزوغوني، يعني راح يصير خارج كريات الدم الحمر، خارج مجرى الدم. يعني زين، شلون راح يصير؟ هاي بدايتها، يعني الانسان راح ينصاب من الموسكيتو، اوكي؟ من الموسكيتو. زين، فهيومن انفكشن ريزولت فروم، شلون راح يصير عنده الاصابه؟ من خلال عضه انوفيل موسكيتو فيميل، اوكي؟ فيميل انثى. زين، انتوا قاعد تلاحظون ان اكثر الامراض بحشرات قاعد تسويها فيميل مو فيميل، سوري فور ذات، بس يعني ايه. زين، فيميل انوفيل موسكيتو. زين، عندنا through which the sporozoid are injected into the bloodstream. زين، هنا السبوروزويت، زين، راح ينحقنون الى بلود ستريم. راح تقول محمد زين انت مو قلت هي خارج مجرى الدم وهاي السوالف، شلون يعني هسه مجرى الدم؟ خلينا نفتهم الفكره، خلينا نكمل هذا كل الحكي وبعدين راح تفتهمون شنو راح يصير. بس اول شيء استخلوها معلومه انه من تحقن الموسكيتو، من تحقن الانسان بهذا المرض، راح يجينا فد شيء اسمه السبوروزويت. زين، هو هذا اللي راح يطب للانسان، اوكي؟ اللي راح يطب للانسان هو السبوروزويت. زين، السبوروزويت شنو وضعه؟ السبوروزويت رابيدلي، يعني بسرعه، عاده بساعه راح يدخل بارانكايمال سيل اوف ذا ليفر، راح يدخل الى خلايا الكبد. زين، where the first stage of development in a human take place، هنا راح تصير اول مرحله تطور في الانسان، راح تصير يعني من يطب للليفر هنا السبوروزويت راح يتطور. زين، فهنا من شلون راح يتطور؟ راح يكون لنا اسكشوال بروجين. طبعا هو بالمصر راح يقول لك انه الشكل يتغير وهاي، بس احنا قاعد نحكي بس هنا. زين، فهنا راح يصير عندنا نمروز اسكشوال بروجيني. زين، عديد من البروجيني، يعني الجنين او يعني راح يصير هواي تكاثر لا جنسي، اوكي؟ عديد من التكاثر. فراح يصير عندنا ميروزويتس، هاي نحطها بالاحمر، راح يصير عندنا ميروزويتس. زين، هاي ميروزويت راح تمزق وراح تغادر خلايا الكبد. زين، وراح تدخل الى البلود ستريم. زين، وراح تدخل الى البلود ستريم وراح تغزينا الاريثروسايتس. وهنا الميروزويت، زين، ذا ميروزويت ما راح ترجع، do not return from red blood cells to liver cells، ما راح ترجع من red blood cells to liver cells. هسه خل نفتهم ليش سموها exoerythrocytic. باو، السبوروزويت اول ما طبت من الانوفيل موسكيتو، صح هي بالدم، اوكي؟ صح طبت بالدم، بس هنا ما راح يسبب لي مرض،
زين، يعني ما راح تسبب لي أي شيء، ما راح تغزي لي كريات الدم الحمر ولا هاي. فظل تمشي، بعدين من طبل الكبد هناك راح يصير بيها تحولات وتغيرات وكذا. فبعدين من راح يصير بيها التغيرات وهاي ويصير اسمها ميروزويت، من تطلع من الكبد وتروح على مجرى الدم راح تغزي لي الإريثروسايت. أوكي، يعني هنا إكسو إريثروسيتك وين راح يصير هذا الموقع؟ راح تدخل للكبد، هناك راح يصير بها تغيرات تطورات وتكاثر وكذا اسيكشوال لا جنسيه، وبعدين راح تطلع المجرى الدم وراح تغزي لي الار بي سي. اوكي، هاي اكسو اريثروستيك ستيج. زين، الاريثروستيك سايكل اللي هي الدوره اللي تكون شو اسمه بكرات الدم الحمر او مجرى الدم، طبعا هي هاي من نانا، من يقول لي انتر لحد الاخير هاي يكون المفروض يقول لي بالمجرى الدم. زين، هاي يعني يضيفه هنا أنا. اوكي، بس ما علينا، هذا اللي صار، ماكو مشكله. هسه راح نجي على الاثروسيتك سايكل. زين، من تدخل بمجرى الدم، اوكي، هنا أنا الميروزويت ان ذا ريد سيل ملتيبلاي ان ا سبيشيس كاركترستيك فاشن. هنا أنا الميروزويت راح يتكاثر زين بداخل كريات الدم الحمر. اوكي، زين، وبعدين راح يكسر هاي او يفجر هاي كريات الدم الحمر، زين يحطمها breaking out of their host cell synchronously. اوكي، زين، هاي شنو معناها synchronously؟ اوكي، هاي معناها انه راح تكون يعني بسرعة، هذا الشيء راح يكون immediately، بسرعة راح يصير هذا الشيء، انه بسرعة تدخل وبعدين راح تفجرها. زين، with successive broad of ميروزويتس، من راح يصير عندنا هواية ميروزويتس زين بال بال بالبلود سترين. زين، ف appearing at 48 ساعة intervals. زين، sorry، يقول لك شو اسمه، من راح يكون عندنا هواية كلش بالميروزويت راح يظهر خلال 48 ساعة، وين؟ بالفيفاكس والفالسيبارم والأوفالي، و72 ساعة بالملاريا. زين، خلنا نحددها، يقولنا with successive broads of ميروزويت appearing at 48 intervals. زين، اللي هي for vivax وفالسيبارم وأوفالي، وعندنا 72 ساعة للملاريا. فتذكروا ملحوظة مالتي، ملاريا هي أبطأ وحدة، فالسيبارم هي أكثر وحدة غثيثة. زين، بس قاعد نشوف الملاريا هي صارت 72 ساعة. زين، the digestion of red cell hemoglobin which is transformed into malaria pigments. هنا قاعد يقول لي راح تهضم الخلايا شو اسمه الهيموغلوبين مال الخلايا الحمراء. زين، اللي هناك، فهنا هذول اللي راح يتحولون اسمهم إلى ملاريا بيجمنت، يعني أكلوا الخلايا الحمراء فراح يصير اسمه ملاريا بيجمنت. عادة يا أما راح يكون لونهم براون، بس دارك براون. أوكي، أعتقد أكو واحدة من عندهم لونها يلو. زين، هذا اللي موجود. فهنا بالإرثروستيك سايكل الميروزويت زين راح تدخل الخلايا الدم الحمر وراح تتضاعف بيها، راح تكسرهم زين هاي الخلايا بسرعة بشكل سريع، وبعدين راح يصير عندها كل شوية ميروزويت، راح يصير عندنا، فراح تظهر هاي كل شوية ميروزويت شوكت زين سكسيف بروز اوف ميروزويت، راح يظهر 48 ساعة من بالسبيشيز اللي هي الفيفاكس والفالسيبارم والأوفالي. أما الملاريا راح يطول 72 ساعة. وهنا قاعد يقول لنا نوت ملحوظة، انه من تاكل الهيموغلوبين من خلايا الدم الحمر راح تتحول اسمها الى ملاريا بيجمنت. اوكي، هاي هسه خلصنا معناتها. هسه راح نجي على الجاميتوغوني. طبعا كل مره اقول لكم شرح مال لايف سايكل راح يكون شويه بصعوبه او معقد، بس بعدين راح نجي على الرسم ونفهم ايش قاعد يصير وما يصير. زين، الجاميتوغوني شنو وضعه؟ الجاميتوغوني هنا بداية تكون الخلية الذكرية والأنثوية. زين، يعني زين محمد، هذا مو راح يصير اسمه سكشوال؟ لا، شوفوا، يعني هسه مثلا من احنا نجي للدنيا، من احنا أطفال، وهاي ما عندنا القدرة، لا احنا الشباب ولا البنات، انه يصير اكو تكاثر الا بمرحلة البلوغ. على تذكرون قلت لكم مرحلة الديفينيتيف هوس هي مرحلة البلوغ. زين، فهنا من صاروا بعدهم مبالغين، بعدهم ما يقدرون يكونون يعني شو اسمه التكاثر الجنسي. فلهذا السبب بالموسكيتو راح يتطورون وراح يصيرون الى بالغين،
وهناك من راح يصيرون بالغين راح يتكاثرون جنسيا. اوكي، فهنا بداية تكوين الذكر والأنثى راح يصير بالإنسان، بس التكاثر الجنسي راح يصير بالمسكيتو. زين، هسه راح نيجي على الجاميتوغوني. يقول لك during the erythrocytic cycles، يقول لك شو اسمه أثناء شو اسمه الدورة مال الإرثروسيتيك اللي هي مجرى الدم راح تخزين كريات الدم الحمر وهاي. فقاعد يقولنا بعض من الميروزويتس راح تدخل خلايا الدم الحمر وراح تتمايز إلى ذكر وأنثى جاميتوسايتس. زين، جاميتوسايتس ميل وجاميتوسايتس فيميل. أوكي، يعني الميروزويت كعادة شو تسوي؟ الطب اللي ريد بلوس سيلز تتكاثر بيها تدمرها والهيموغلوبين مالته تاكله، بس اكو في بعض الميروزويت راح تدخل خلايا الدم الحمر راح تصير مؤدبة، او هي بالاحرى راح تصير خبيثة، يعني هنا راح انتشار راح يصير المرض، فهنا راح تتمايز الى ذكر وانثى. زين، على مسون جاميتوسايتس. زين، هذا المخطط راح نرجع له ورا الموسكيتو لان هو بيشرح الموسكيتو والهيومن. اوكي، موسكيتو سايكل، دورة الحياة في الموسكيتو اللي هي فيميل انفيل موسكيتو، قلنا هذا شكلها. زين، فالسبوروغوني، زين سبوروغوني، الجاميتوسايتس هنا شنو هي؟ الجاميتوسايتس اللي هي الميل اللي هي مايكرو جاميتوسايتس. اوكي، هاي كنت ميزون بيها، الميل هي مايكرو جاميتوسايتس، او لا خلينا نحددها بالاحمر، ميل مايكرو جاميتوسايتس، والفيميل اسمها ماكرو جاميتوسايتس. اوكي، يعني الميل الذكر هنا يكون اصغر من الفيميل الانثى. اوكي، هاي كونوا تعرفوها. زين، انه الميل اصغر من الفيميل. زين، راح انجست راح ياكلون بواسطه الانوفيل موسكيتو ديورينج بلاد ميل، من راح تمتص الدم راح تاكلهم. يقول لنا فقط، هاي معلومه كلش مهمه، فقط الفورمز اللي تكون ميتشور سيكشوال فورمز، يعني اللي بلغت اللي صارت ناضجه، زين راح تقدر الموسكيتو انه تاكلها. اوكي، يعني بالاختصار هناك بالجاميتوسايتس، زين صح، اوكي هنا هسه ممكن خلط عندكم، صح انه هي صارت بيها وهاي و بلغت، يعني هي راح تصير ميتشر ناضجه وليس نفس انه تقدر تتكاثر. زين، صارت ناضجه بس ما تقدر تتكاثر. اوكي، خلينا نقول الزواج مالتهم راح يصير بالموسكيتو سايكل. زين، بالهيومن ما يقدرون يتزوجون. اوكي، بالموسكيتو سايكل يقدرون يتزوجون. زين، فهنا قلنا فقط اللي يقدرون يتزوجون اللي هم الجنسيات، زين، اللي هي المايكرو جاميتوسايتس والماكرو جاميتوسايتس، راح يقدرون يتطورون بالموسكيتو، في انوفيل موسكيتو شو اسمه، اي فيميل انوفيل موسكيتو، والباقيات راح يموتون. يعني اذا اكلت لها جاميتوسايتس زين غير ناضجه، زين غير بالغه ما تقدر تتزوج، راح يموتون. اذا اكلت لها مثلا سبوروزويت، او اكلت لها ميروزويت، همين راح يموتون. الشيء الوحيد اللي يبقى عايش بيها هو الميتشر سيكشوال فورمز فقط لا غير. زين، يقولنا هنا وين راح يصير التطور؟ ان موسكيتو ستوميك، معدة الموسكيتو. يقولنا هنا، هاي طبعا المقال الاحمر كلش مهمه، يقولنا من كل مايكرو جاميتوسايت يقولنا راح يتكون 8 مايكرو جاميتس are formed by the process called exoflagellation. هنا صارت عندها القدره انه تتزاوج. زين، اوكي، هاي المايكرو، هذا بعد نتذكر. زين، الانثى اللي هي ماكرو جاميتوسايت does not show exoflagellation, it develops into macrogamet. يعني هنا صح هي اخذتهم ميتشر ناضجات، بس بعدهم ما عندهم القدره انه يتزاوجون. شو وقت راح يصير عندهم هاي القدره يتزاوجون؟ من راح يطبون لمعده الموسكيتو. فهنا المايكرو جاميتوسايت المايكرو راح تتحول الى 8 مايكرو جاميت. زين، 8 مايكرو جاميت، كل واحده من عندهم راح يصير بها عمليه اكسفلاجيليشن. زين، على مود تقدر تتحرك، على مود تقدر تروح للبيضه. اوكي، من هاي العمليه راح يقدرون يتحركون يمشون. اما الماكرو جاميتوسايت ما راح يصير بها عمليه اكسفلاجيليشن، راح تبقى ثابته، فهنا راح تتطور بيها، راح تتطور الى ماكرو جاميت. اوكي،
فيعني مايكرو جاميتوسايت تفرق عن المايكرو جاميت، والماكرو جاميتوسايت تفرق عن الماكرو جاميت. زين السايت عن الميت هاي يفرقون شوية. أوكي يعني من إذا أقول لك مثلا هيك ترو فولس، الماكرو جاميت هي اللي تسوي لنا مايكرو جاميتوسايت. غلط، هي بالعكس، المايكرو جاميتوسايت تسوي لنا مايكرو جاميت. أوكي وضحت الأمور؟ إن شاء الله وضحت. زين راح نجي على الفرتيلايزيشن اللي هو عملية الإخصاب أو عملية التكاثر مالتهم. شلون راح يصير التكاثر؟ زين هنا راح يقول لنا هنا سبوروغوني فرتيلايزيشن. زين هنا مايكروغاميتس، مايكروغاميتس زين هم الميل الناضجات اللي بهم اكسفلاجيليشن يقدرون يتحركون. زين راح يخترقون بنتري ذا مايكروغاميتس جينيريتنج زايكوت. هنا مو راح يروحون للبيضة، راح يخترقون الماكروغاميت عم يطبون للأساس النواة مالتها عم يسوي لي الزايكود. زين الزيجة اسمها، زين أو البيضة المخصبة. زين الزايكود هنا راح يتحول إلى موتايل وإلونجيتد اسمها أوكاينيت. زين فتشي يكون حركي ومتطاول اسمه أوكاينيت. هذا شنو وضع الأوكاينيت؟ ليش صار متحرك؟ وهاي هاي يعني مثل علل. زين السبب مالته انه راح يغزينا جدران المعدة مال موسكيتو، وهناك راح يتطور الى اوسيست، يعني راح يخرج من شو اسمه يعني الغزو، يعني هم راح يشيل جدران المعدة وراح شو اسمه مال موسكيتو راح تتطور الى اوسيست. زين الاوسيست هي البيضة، البيضة يعني هاي الصدق اللي بيها يعني مثل ما احنا اللي بيها جنين. زين الاووسيست هنا الاووسيست grow rupture release many of spindle shaped sporozoites. الاووسيست راح تنمو وراح تتمزق لان صار بها كلش هواية، وراح تطلق لنا ملايين الاشكال المغزلية اللي هي sporozoites. زين which make their way to the mosquito salivary glands. هنا اللي راح يروحون الى شو اسمه الغدة اللعابية مال الماسكيتو. زين انيكوليشن اوف ذا سبوروزايت انتو كوتانيوس بلود فيزلز ان انشيت في انفكشن. هنا الاصابه شو راح يصير؟ انه من راح شو اسمه من راح تحقن نفسها بالجلد، راح تحقن سبوروزايت بالجلد وراح تروح للاوعيه الدمويه، هناك راح تسوي لي اصابه مرلخ. زين هنا هذا هذا الشيء هذا راجع للهيومن. اوكي بس خلينا نحطه بربع. زين هذا راجع بالهيومن، هذا يعني هاي قلت لكم اكو مرات يصير هيجي ما اعرف ليش اخطاء بالتنظيم ما ادري. المهم هذا بالهيومن. زين هذا قاعد يقول لنا في بعض الحالات بالفي فاكس والاوفالي بس، بس يعني مو فالسي بارم وايضا مو بالملاريا. اوكي ثواني زين فهنا الفيفاكس والأوفالي may persist at as dormant forms. هنا راح يصير بيهم dormant زين مثل السبات، راح يصير كتشكيلات سبات. ليش راح يصير بيها تشكيلات سبات؟ هذا إلها اسم ثاني طبعا اللي هو اسمه هابنوزويت. زين ليش راح يصير هذا الشيء؟ يقولنا بعد ما الباراسايت have disappeared from the peripheral blood. زين يعني بعد ما الباراسايت اختفى من البرايفل بلود، يعني الجماعة اللي غزوا اللي راحوا للكبد وبعدين طلعوا ميروزويت والهاية وسووا عمليات مالتهم وكل شيء. زين سووا عملياتهم وكل شيء وخلصوا هاية اختفوا. اوكي يعني في فاكس والأوفالي هم بيها جماعة راحت طلعت للدم وهاية، بس اكو قسم من عدها نسبة من عدها بقت بالكبد. زين صار بيها عملية شو اسمه اللي هي سبات. زين فهنا قاعد يقول لنا after the parasite have disappeared from the peripheral blood، يعني بعد ما راحت من الدم. زين resurgence of an erythrocytic infection، راح يصير عندنا relapse. هنا راح يصير عندنا إعادة إصابة. زين إعادة إصابة بالإريثروسيتيك إنفكشن، يعني ظهر مجددا. زين
اللي هو راح نسوينه فد شيء اسمه ريلابس، اللي هو التكيس، يتكيس الكبد. زين. occurs when merozoites from hypnozoites in the liver break out. هذا ايش وقت راح يصير هذا الريلابس؟ وهاي من الميروزويت، من الهابنوزويت اللي صار بيها شو اسمه، اللي صار بيها السبات، خرجت من الكبد. زين، اللي هي صار بيها سبات بالكبد وخرجت. هنا راح يقول لنا not phagocytosed in the blood stream، ما تمت بلعمتها بالبلود ستريم، and succeeded in re-establishing a red cell infection. اللي كان ملاريا. هنا راح تنجح انه راح تظهر لنا اصابة بالخلايا الدم الحمراء مرة اخرى، اللي اسمها clinical malaria. Yeah. ملاريا سريرية. Without treatment، هنا قاعد يقولنا without treatment شو راح يصير؟ فهنا الـ V-Vax والـ Ovale infection may persist as periodic relapse for up to 5 years. هنا الاصابة بالأوفالي والـ V-Vax راح يسوون تكيس لمدة 5 سنين. زين، هنا معلومة ما لها علاقة بالذول الجماعة، يقول لنا بالملاريا الإصابة مالتها، ما قاعد نحكي عن ريلابس، هاي بس هيك ملاريا واحدة، الإصابة مالتها قد تطول لأربعين سنة، لأن كلش بطيئة الملاريا، كلش بطيئة الملاريا، فممكن تطول 40 سنة إذا ماكو علاج. زين، فتو بس تخيلوا يعني. يعني أنت شاب عمرك 20 سنة، وأنت شاب عمرك 20 سنة، تبقوا ياسد عمرك 60، واو يعني. المهم هسه خلصنا، هسه راح نجي على اللايف سايكل. أنا طبعا هذا اللايف سايكل أحسن، بس هسه راح نشرح مال ملزمة مال بغداد، وبعدين أحط هذا اللايف سايكل مالتي أرويكم إياه. زين، هنا شو يقول لنا؟ يقول لنا هذا الاندوجينوس، طبعا الاندوجينوس اللي هو نفس الاسكشوال اللي موجود بالهيومن، اللي اسمها هاي مرحله شيزوغاني. اما الاكسوجينوس اللي اسمها سكشوال، اللي تصير بالمسكيتو، اسمها سبوروغوني. زين، شيزوغاني بالانسان، سبوروغوني بالمسكيتو. زين، راح نبدي طبعا من هنا. اوكي، من هنا فلا تخربطون. فاول مستطيل، زين، اللي فوق صاير، يقولنا سبوروزويت in saliva from mosquito injected into human host. يقولنا من اللعاب مال مسكيتو راح يوصل لنا سبوروزويت بالإنسان. زين، فطبت هنا للإنسان. الإكسوريثروسيتك ملتيبليكيشن in liver in parenchymal cells. هنا قاعد يقول لنا إنه شو اسمه الإكسوريثروتيك ستيج، زين، اللي هي تشيزوغوني، راح يصير أكو تكاثر بالخلايا مال الكبد. زين، فراح يتكون عندنا شنو هو؟ راح يتكون عندنا فد شيء اسمه ميروزويت. زين، الميروزويت ايش راح يصير بيه؟ راح يدخل خلية الدم الحمراء، راح يسوي لنا ايش اسمه فورم اسمه رينج تروفوزويت، هو موجود بس ما حاكي هنا، فموجود بس مخطط. فهذا رينج تروفوزويت راح يصير ميتشر تروفوزويت، تروفوزويت ناضج، الرينج اللي هو الغير ناضج طبعا، والميتشر هو الناضج. ف الميتشر تروفوزويت راح يكون لنا اميتشر شيزونت، شيزونت غير ناضج، بعدين راح يتحول الى ميتشر تشيزونت اللي هو تشيزونت الناضج. التشيزونت الناضج شنو بي؟ بمجموعه من الميروزويت، ام 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 ام، زين، مجموعه من الميروزويت هذا. زين، وراح يصير هاي عمليه ظل ظل ظل، اسمها ارثروستيك سايكل كلينيكال ملاريا. زين، اللي هي دوره الحياه بمجرى الدم، هذا راح يصير. اوكي، اذا قلت انا قلت لكم اكو بعض من عندهم معينات ما رادوا يتطور، يعني ما رادوا شو اسمه يقتلون خلية الدم الحمراء، وهاي لا، رادوا يتمايزون. زين، يتمايزون بغير هاي الحالة، فراح يسوون سالفة المرحلة الثالثة اسمها جاميتوغوني. زين، هاي مرحلة الجاميتوغوني اختصرتها بالجي. زين، فهنا الجاميتوغوني راح يصير اثنين، عندنا ماكرو جاميتوسايت وماكرو جاميتوسايت. زين، مايكرو قلنا المايكرو اللي هو ايش اسمه الذكر، والماكرو اللي هي الانثى. اوكي، خلصنا. زين، هنا هاي خلصنا الانسان، اللي راح ليش؟ اللي راح تيجي الماسكيتو وتاخذ الاكل، تاخذ عفوا الوجبه مالتها الدم. زين، مصت الدم، اخذت الماكروغاميتوسايت، والماكروغاميتوسايت طبت الها. هنا مختصر كلش انه طب انه ما قال انه راح تروح للستوم ايك، ومن الستوم ايك راح تتمايز الى ماكرو جاميت، وماكرو جاميت المايكرو جاميت راح يصير بيعمل اكس فلاجيليشن يصير 8، والماكرو جاميت عفوا المايكرو جاميتوسايت، شوف انا حتى انا غلط، مايكرو جاميتوسايت راح يصير بيعمل اكس فلاجيليشن
وراح تصير 8 ماكرو جامت. اما الماكرو ما راح تصير بها عملية وراح تصير ماكرو جامت. زين خلصنا من هاي العملية اللي هم صاروا ناضجات وجاهزات للتزاوج، جاهزين او جاهزات للتزاوج. زين فهنا راح تجينا ايش اسمه، راح يصير عم اخصاب، راح تتكون البيضة المخصبة الزيجة اللي هي الزايكوت، راح تتحول الى اوكاينيت اللي هي موتايل زايكوت، يعني الزايكوت الحركي اسمها اوكاينيت. هاي شوف هاي هنا اللي راح يسمونها اوكاينيت، راح يخترق لنا الجدران الخارجية مال عفوا الطبقة الخارجية مال جدار المعدة مال موسكيتو، وراح يصير بيه انسيست. زين راح يصير عليه غطاء، من راح يصير عليه غطاء راح تتكون اوزيست اللي راح تنمو وراح تتكاثر شو اسمه مالتيبل ديفيجن ستيج سيست بيرست اور ليد. ها هنا انا قلت لكم الديفيجن ستيج انه راح تكبر، ومن تكبر راح تريليز، ومن ريليز راح تربشر، وبعد الريليز هاي اخر راح تعطيني سبوروزويت. وهنا السبوروزويت راح يعبر خلال شو اسمه البودي كافيتي، زين تجويف في الجسم، وراح يروح الى الغدة اللعابية. من يروح الغدة اللعابية راح تتكرر العملية مرة أخرى. زين أما عدنا هنا المخطط الآني، شوف هسه شلون لطيف حلو. زين أحكي لكم إياه بشكل سريع لأن أنا حكيته هسه هنا. أمي هنا قاعد يقول لنا الموسكيتو أخذت وجبة الدم. زين هاي الموسكيتو أخذت وجبة الدم. زين راح تروح الليفر سيل، هاي طبعا هاي اسمها شنو هو الإكسو إريثروتيك سايكل. زين راح تروح الليفر سيل، راح تصيب الخلايا مال الليفر، راح تتحول الى تشيزونت، تشيزونت راح يعطينا ميروزويت، ميروزويت راح يروح للدم، راح تسوي لنا ميتشر تروفوزويت رينج ستيج، راح طبعا الارثوستيك سايكل من ميتشر الى رينج ستيج تروفوزويت الى ميتشر تروفوزويت تشيزونت ربتشر تشيزونت، راح تتكون لنا ايضا ميروزويت هواي. المهم اذا ما رادت ما عجبها هاي الوضعيه راح تسوي ايش اسمه جاميتوسايت، جاميتوسايت راح تتمايز الى مايكرو وماكرو. زين هذول مايكرو مايكرو وماكرو. زين بعدين راح تجي الموسكيتو راح تمتص هاي المايكرو والماكرو من خلال وجبة الدم مالتها. فهنا الماكرو جاميتوسايت والمايكرو جاميتوسايت ماكرو جاميتوسايت هاي، وهنا اكس فلاجيليت مايكرو جاميتوسايت. زين فمن راح يصير بعملية اكس فلاجيليشن، فهنا ماكرو جاميت انترينج ماكرو جاميتوسايت بقى هذا الشكل، هذا الخيط، اوكي هذا الخيط، شوفوا هذا الخيط هو الذكر. زين يعني طبعا المبيض. زين فهنا راح يصير عندنا اوكاينيت، اوكاينيت راح يصير اوسيست، لاوسيست راح ربتر، الاوسيست راح يطلق لنا سبوروزويت، السبوروزويت راح يصير نفس العمليه. المهم هو هذا اللايف سايكل جدا سهل، بس انتوا لو تعيدون يعني الفيديو شويه عم تفهمون ايش حكيت، لا ما تقروا، بس اهم شيء افتهموا شنو اللي قاعد يصير، ما بيها شيء ان شاء الله سهله. زين هسه راح نجي على هذا الجدول. زين جدول نوعا ما كنسلت اني، ما قرات الامتحان، قرات بس كم معلومه وهذا هو، بس يلا راح ناخذه بشكل سريع. يقول لنا هنا بس ثواني، هنا عندنا البلازموديوم فيفاكس. زين هاي البلازموديوم فيفاكس، هاي كلش صغير، هذا البلازموديوم فيفاكس، وهنا عندنا الفالسيبارم، وهنا الملارياي، وهنا الاوفالي. زين فاول واحد اللي هو البلازموديوم فيفاكس، زين راح يكون بناين حميد وترشيان ثلاثي وملاريا. زين الترشيان ايش اسمه ما اعرف اذا هنا مذكور، اذا ما مذكور راح اقول لكم شنو الترشيم. زين فاول شيء هذا هو هيك راح يكون، اما الفالسيرم بارم راح يكون مالجننت خبيث، وترشيم ثلاثي ملاريا. عندكم الملاريي راح يكون رباعي، والاوفالي بس كاتبين اوفال، زين كروي يعني بيضاوي. زين ف يقول ان كل وحده شنو المميزات مالتها. اول شيء اللي هي هاي، وهاي اهم وحده بيهم، اللي راح يتغذون على الخلايا الدم الحمر. زين على كل واحدة ايش راح تسوي؟ عندنا هنا اسم الخلايا هو اول شيء راح تكون كبيرة وشاحبة، واسمها شوفنر دوتس، راح تخزيننا، هاي اهم شغلة بيها، راح تخزيننا الخلايا الدم الحمر
اللي يونغ اللي هسوها اللي هسوها اجت يعني بعدها صغار زين اللي اسمها ريتيكوليوسايت زين. فهذول بعدهم هسهم جايات زين. عندنا البلازموديوم فالسيبارم تكون خبيثه وثلاثيه ملاريا مو لارج واسمها ماي 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 ريرز كليفت وراح تغزينا. هاي اهم شغله انه all red cells regardless of age راح تغزينا كل خلايا دم الحمر ما لها علاقه بالعمر كبيره صغيره شاب اي شيء زين. فها راح تغزينا كل شيء. الفالسيبارم قلت لكم خبيثه زين. عندنا الملاريا not large no stippling زين. الستيبلينج معناه ما منقطة زين except with special stains ما عدا انه عندها صبغات عينة. وعادة راح تغزينا خلايا الدم الحمر العجوزة الكبيرة هي شوف يعني هي ملاريا هي ملاريا اسمها على اسم ملاريا هي كوارتن يعني رباعية طول 72 ساعة طول وحدة والإصابة مالتها ممكن طول 40 سنة وهاي عجوزة. فمن لين عجوزة راح تاكل خلايا الدم الحمر العجوزة همين هيك يفتهموها زين. اما عندنا الاوفالي اللي هي اوفال ملاريا enlarged pale شوفنر دوتس زين cells often oval or crenated. طبعا هاي نفس هاي اللي هي young red cells خلنا نكتبها هنا أنا. خاف يجيبوكم اياها يعني young red cells young red cells همين نصغرها وطهنا اوكي خلصنا من هاي. هسه راح نجي ليفل اوف يوزوال ماكسيمم باراسايتيميا شنو اكثر شيء تقدر توصل له من العدد عم تصيب الدم الايميا يعني الدم زين. فعندنا اول وحده اللي هي تحفظوها بعد للنهايه اول وحده اللي هي الفيفاكس زين. هاي طبعا الارقام تحفظوها بكيفكم ماكو مهمات. الفيفاكس 30,000 لكل ملي لتر من الدم. عندك الفالسيبارم اكثر وحدة خبيثة كل شي بيها زين. فراح تخزينه من 200,000 لكل ملي لتر كوملي وعادة 50,000 لكل ملي لتر. قلت لكم خبيثة كل شي هاي كل شي تسوي زين. وعدكم الملارية عجوزة وعلى كيفها وما ادري شنو هاي فاقل من شو اسمه اقل من 10,000 ملي لتر زين اقل من 10,000. طبعا الاوفال نفس الشيء بس ملاريا هي اقل وحده زين. رينج ستيج تروفوزويت التروفوزويت اللي يكون رينج ستيج ما حاشين عليه فما اعتقد انه راح يجيبوه بس راح نحكي. بس يقولنا رينج ستيج تروفوزويت راح يكون الحلقه مالته كبيره زين وعاده تكون حلقه واحده وديليكيت يعني تكون نحيفه زين. عندنا الفالسي بارام اللي هو الثاني حقل يكون سمول رينجز ايش اسمه حلقات صغيره زين ويكون عادة ايش اسمه حلقتين بش اسمه جدار ناعم وقد تلتصق بالخلايا الدم الحمر. الثالث اللارج رينج ويوزولي وان رينج ثيك والرابعة اللارج رينج ويوزولي وان رينج ثيك زين. فيعني خلينا نقول هي كم راح احط لكم اياها يا لون بالله اصفر انه بس هاي وعرف انه تو رينج ديليكيت بس او اما اذا تردون هاي سمول رينج يعني هيجي على مود فتشي مميز عن الباقيات زين. pigment in developing trophozoites الصبغات اللي موجودة بالتروفوزويت اللي قاعد تتطور زين. عندنا اول واحد اللي هو الفيفاكس راح يكون fine light brown scattered يعني راح يكون جوزي فاتح مطشر زين. عندك الثانية اللي هي الفالسيبارم coarse black few clumps راح يكون كثيف واسود وكلمس راح يكون بيه اللي هي تكدسات قليله تكون بيه. عندنا ملاريا هم راح يكون لونه جوزي غامق ومكثف ومطشر وما شاء الله كل شيء بهذا وكلمس واباندنت همينه زين. عندك الاوفالي كورس دارك يلو براون سكاترد اذا تردون همينه بس هاي حفظوها انه هاي بس يلو براون يعني هاي الوحيده اللي ما بيها شو اسمه خلينا نقول لون ثاني غير الجوزي والاسود يلو براون زين. الاولدر تروفوزويت زين اولدر تروفوزويت شنو وضعها زين. هنا راح تكون بالفيفاكس راح تكون بوليومورفيك يعني راح تتغير باشكالها هوايه زين. راح يكون يعني اكو هواي دايفرز بالمورفولوجي مالتها زين. الفالسيبارم راح تكون كومباكت وراوندد
زين راح تكون مكتظة وحلقية. الملاري occasional found forms اللي هي راح تكون occasional found forms اللي هي راح تكون متباعدة. زين الفورمات المال باند ما راح تكون متباعدة. عندك الاوفالي compact and round مو مهمات. ميجر شي زونز تكون من 12 الى 24. هنا تكون من 12 عادة 12 ما لنا علاقة. هنا جاميتو سايت قلنا يعني مهمة. زين الشكل مال جاميتو سايت. عندك الفالسي باران في فاكس تكون هاي طبعا هنا مو كلش راوند اور اوفال. زين عندنا ال شو اسمه بلازموديوم فالسي باران عفوا في فاكس راح تكون كريسكنت هلالية. عندكم الباقيات نفس الاولى اللي هي راح تكون راوند اور اوفال راوند اور اوفال. عندنا هاي اجت لنا كريسكنت ولها اسم ثاني على مود خاف التيهون لان هاي جابونا اياها بالوزاره هي مو هلاليه فالها اسم ثاني اللي هو تكون بانانا شيت. هاي جابونا اياها بالوزاره انه راح يكون شكلها شكل موزه. زين خلنا نصغرها بانانا شيت. زين عندك الديستريبيوشن ان برايفرال بلود التوزيع مالتها يعني اللي راح يكون متواجد بالدم بالبرايفرال بلود منو راح يكون متواجد بالبرايفرال بلود. عندنا هنا هاي مهمه طبعا اول فورمز بالفيفاكس يعني راح نلقى الشيزونت راح نلقى الميروزويت راح نلقى ايش اسمه الجاميتوسايت راح كلش راح نلقى الرينج تروفوزويت ميجر تروفوزويت هذول كلهم. عندك بالفالسي بارام راح تكون موجوده فقط الرينج والكريسكنت جاميتوسايتس. ليش هاي بالمصدر حاجيها انه الجماعه هذولي مال فالسي بارام هيك منانه وراح اطبولهم مثلا بالدماغ فبالدماغ راح يتكتلون لحد ما يسدون الدماغ ومنانه واحد سلم لي راح يموت. اوكي هاي يعني مثال هيك بسيط وسريع تفاصيل بهوايه وليش وما ادري شنو بس اوصلها. زين او شيء راح يصير بي طبعا. زين عندك الباقيات همينة الفورمز والفورمز راح نلقى كل الفورمز يعني الوحيدة راح نلقاها بالبارايفل بلود هي بالفالسي بارام طبعا هي راح تكون بس الجاميتوسايتس. زين هسه واخيرا خلصنا من هاي السوالف الاغلبها مالها داعي. المهم سوري زين الباثوجينيسيتي اند سيمبتومز تكوين المرض والأعراض. زين. Signs and symptoms are due to erythrocytic infection, not due to the exoerythrocytic. بعم. هاي كلش مهمة. قلنا العلامات والأعراض تكون فقط بالإصابات اللي تكون بالدم. ما لها علاقة بالإكسوريثروستيك. يعني ما لها يعني اللي تبقى بالليفر بس بعدها بتكوينها تطورها بالليفر أو تكون دورمانت أو هاي ما راح تسوي لنا أي أعراض. إلا من تطلع يا لص تبين عين الأعراض. زين. النقطة الثانية destruction of RBC due to rupture method by parasite and lysis of non-parasitized cell due to debris and toxin metabolic byproducts of ruptured cells cause anemia. نا قاعد يقولنا راح تكسر لنا زين راح تسوينا تكسير أو تحطيم لخلايا دم الحمراء بسبب راح يكون بسبب التمزق يعني تمزق طرق التمزق بواسطة شون إنه الباراسايت راح يحلل الخلايا بوسط الباراسايت وايضا راح يصير تحليل ايضا يعني مو بس هاي راح يصير تحلل للخلايا اللي ما صار عليها باراسايت يعني بعدها انه ما بها اي شيء. ليش هاي راح يصير بسبب انه من البقايا وايضا من التوكسينز الميتابوليك باي برودكتس اوف رابتشرد سيلز كوز انيميا. يعني هنا الوضعيه الجسم قلت لكم زين راح يتكون عندنا انتي بودي والانتي بودي والجماعه وما ادري شنو هاي او مثلا هسه خلينا نقول على الليفر مثلا السبلين سوري نان السبلين من راح يشوف هاي الجماعه اللي هي باراسايت الملاريا من راح يصب السبلين وكذا هاي راح يسوي مهمه شلون اقول لكم اياها راح يسوي اباده جماعيه. زين راح يسوي اباده جماعيه فالناس شنو فالملاريا زين كرات الدم الحمر اللي صابت بالملاريا زين راح تموت وكرات الدم الحمر اللي ما انصابت بالملاريا همين راح تموت اباده جماعيه. هاي مو بس السبلين هسه راح نشوف همين اذا كاتبين اعتقد كاتبين من راح يسويها بعد. زين
فالقصد هنا قاعد يقول ان الدستركشن ممكن هيك يصير او هيك يصير. فهذولي كل الطرق شو تأدينا، تأدينا من انه الار بي سي راح تتكسر سواء هاي او هاي، راح يصير عندنا انيميا ونقص كره الدم الحمر. زين، فالنمبر اوف ار بي سي ان سيفير كيسز ايكوال تو هاف اوف نورمال نمبر. هنا معلومه قاعد يقول لنا انه عدد الار بي سي في الحالات المستعصيه وكلش قويه وهاي فراح راح يساوي فقط نصف العدد فقط. يعني مثلا احنا مو عندنا يعني كتقريبا تقريبيا للذكر الاناث والذكور تقريبا يعني هيجي 5 الى 6 ملايين، قولوا راح يصير عندنا 2.5 الى 3 مليون. هاي بس راح تجي تقريبا هو اكو نسبه ومحدده وهاي، فتتخيلوا راح يصير للنص. زين، فاز نمبر اوف انفيدد ار بي سي انكريز اند اسيكشوال سايكلز اوف باراسايتس سايكرونايزد the quantity of pyrogen becomes sufficient to produce the characteristic chills and fever of malaria attack. فهنا قاعد يقول لنا بما انه زين العدد اللي الار بي سي اللي قاعد تنصاب راح تزداد، والحلقات اللا جنسيه اللي احنا قلنا الارثروسيتك اللي هي راح تظل تغذي بالكرات الدم الحمر ظل 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 وتكون الرينج تروفوزايت والميتشر والهاي، فمن راح تزداد فهنا of parasynchronized قلناها، فالكوانتيتي مال البايروجين راح يتكون، البايروجين اللي هو راح يولد الحراره راح يكون sufficient، راح يكون كافي عمود ينتج لنا chills مثل الرجفه او البروده، وايضا راح ينتج لنا حمى من وسط الاصابه من الملاريا، لان البايروجين هو محفز للحراره. اوكي، محفز انه راح يصير عندنا فيفر او chills او هاي. زين، النقطه الثالثه Plasmodium vivax and ovale infect youngest erythrocytes while malaria infect all this one. Falciparum invades erythrophages so produce extensive parasitemia and responsible for fatal infection. هاي عاديها من جدول انه الفيفاكس والاوفالي بس الصغار والمالاريا العجائز الار بي سي، اما الفالسيبارم لكل الاعمار عاديها هاي. زين، طبعا هنا صار كوي احمر فهنا انا راح نحدد على غير لون. زين، راح نحدد بهذا. زين، خلصنا من هاي. النقطة الخامسة إن بلازموديوم فالسيبارم after 2 إلى 3 asexual cycles the number of infected RBC reached a dangerous threshold without production of typical chills and fever. نقعد قاعد يقولنا دورتين أو ثلاثة من asexual cycles. زين، فعدد الانفكتد RBC راح يوصل إلى يعني شيء كلش مستعصي وصعب، وعد ما راح تكون عندنا chills أو fever. اللي إحنا شفنا العدد اللي ممكن يسويه ممكن يصل إلى 200,000 لكل microliter من البلد، شفناها بالجدول. زين، الإريثروسايتس containing plasmodium falciparum adhere to one another and to lining of blood vessels causing blockage of blood capillaries in vital areas such as brain, lung, kidney. هنا أنا قاعد هذا حكيت لكم إياه. اللي ليش ما موجود باقي الجماعات بالبريفرال بلود ما على جاميتوسايت، هذا هو التعليل. جواب مالته، جواب مالته قاعد يقول لنا هنا الاريثروسايت، زين الاريثروسايت راح تحتوي لنا الفالسيبارم، زين كره الدم الحمر المحتوي على البلازموديوم فالسيبارم، وحده راح تلطش بالثانيه. زين، كره الدم الحمر راح تلطش باللخ، كره الدم الحمر راح تلطش باللخ لحد زين ما تبطن شو اسمه الاوعيه الدمويه راح تنسد. زين، causing blockage of blood capillaries يعني راح تنسد الاوعيه الدمويه، وراح تنسد هاي راح تنسد بالفيتال اريا مثل بالبرين وباللونج وبالكدني، راحت البرين سدتها راح يصير برالايسز راح يصير شو اسمه ديد، باللونج همين الشعب سدها 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 ما راح يروح لنا اكسجين ولا يطلع لنا السي او 2 اما راح يصير اضرار هوارة ممكن يموت. فالسيبارم خبيثة، هذا الخبث مالتها. زين، سبعة toxin production interfere with oxygen utilization by the host cell and cause oxygen starvation of tissue followed by thrombosis in the small blood vessels and decrease in the volume of circulating blood. هنا التوكسين برودكشن يعني تكوين السموم، توكسين هو السموم. زين، راح يتداخل مع استعمال الاكسجين. زين، بواسطة شون؟ بواسطة الخلايا الظهرية، فراح يسبب لنا شو اسمه جوع او احتياج كبير للاكسجين من للانسجة،
فراح يكون مصحوب بوصلة للثرومبوسيس بالسمول بلود فيسلز and decrease in the volume of circulating blood. من راح يقلل الفوليوم مال البلد ايضا راح يقل عندنا البلد بريشر. اوكي فهنا قاعد يحكي لنا اياه الانسجه والاعضاء كلها مو تحتاج لنا اكسجين زين. فعندنا بالفالسيبارم اللي هو يعني احد الانواع مو راح يسد لنا البلد كابيلاريز وهاي باللنج خاصه. فهنا الاكسجين اللي يوصل للانسجه راح يكون كلش قليل ما راح يكون كافي يعني كلش قليل. فهنا راح يصير عندنا شو اسمه راح يصير عندنا نقصان في الفوليوم اوف سيركليتنج بلود. اوكي هذا راح يصير زين. ثمانية السبلين. السبلين is typically enlarged and ghost congested زين اللي اسمها سبلين ومقالي زين. السبلين هنا راح يكون متضخم وايضا راح يكون محتقن اللي اسمه سبلين ومقالي اللي هيك راح يكون شكل السبلين. اوكي هذا راح يكون شكل السبلين هيك زين. Its color get darkened as amount of pigment increase and hard in a chronic stage and soft in and hemorrhagic in acute stage. هنا قاعد يقول لنا حالتين زين. بالchronic stage راح يصير وبالacute stage راح ايش راح يصير زين. بالchronic stage الكولر راح يكون يعني اللون مالته راح يكون كلش اسود او غامق يعني خلينا نقول زين. وكميه الصبغه مالته راح تزداد وراح يكون هو نفسه صلب. الطحال راح يكون صلب يعني متلجمه تحس شيء صلب كلش. هاي بالكرونيك ستيج. اما بالاكيوت ستيج راح يكون ناعم وراح يكون هيموراجيك راح يسبب نزيف. اوكي هذا راح يصير زين. تسعة the liver hypertrophic and congested in acute malaria and contain deposits of pigments. هنا الليفر ايش راح يصير بيه؟ راح يكون hypertrophic راح يصير بتضخم زين وايضا راح يكون محتقن بالاكيوت ملاريا وراح يحتوينا على ترسبات من الاصباغ زين. عشرة البون مارو شنو وضعه؟ راح يخضع لنا لنفس التغيرات مال السبلين والكدني راح يكون محتقن زين. هنا راح يجينا على الملاريا يقولنا كوارتر ملاريا كوز جلوميرولو نفرايتس. هاي مهمه كوارتر ملاريا راح يسوينا جلوميرولو نفرايتس. اوكي وايضا بولماري كونجشن احتقان باللنج همين راح يصير عندنا بتنفس وجلوميرولو نفرايتس زين. هذا اللي راح يصير ملاريا باروكسيزم. ملاريا باروكسيزم راح نشوف شنو معنى ملاريا باروكسيزم. يقول ان هنا البلازموديوم فيفاكس والبلازموديوم اوفالي او الملاريا كوارتر ملاريا راح تشخصهم بواسطه تطور مفاجئ بالش اسمه راح يصير عندنا شيكينج راح يصير عندنا مثل شيكينج رجفه وتشل بروده followed by a fever of 40 الى 40.6 سيليز يعني راح تصير درجه حرارتنا من 40 الى 40.6 وايضا راح يصير عندنا هيدايك يعني الم او صداع وراح يصير ايضا عندنا muscular pain الم بالعضلات وراح يصير عندنا مالايز وراح يصير عندنا نوزيا غثيان vomiting تقيؤ وزياده ايضا بالبولز اند ريسبيريشن ريتس راح يزداد معدل ضربات القلب وراح راح تزداد يعني معدل عمليه التنفس. ليش تزداد عملية التنفس؟ نقدر نقول الأكسجين راح يكون قليل فنحتاج أكسجين أكثر فتزداد عملية التنفس. زين. After several hours بعد ساعات عديدة. زين. هنا الفيفر terminates and follow. الفيفر راح تنتهي راح تكون مصحوبة بواسطة drenching sweat and patient will be exhausted. راح يصير عنده تعرق كلش هواية. زين. وايضا هنا المريض راح يكون كلش مرهق زين. The series of paroxysm constitute the primary attack complication زين. هنا ال series of paroxysm اللي يعني كلش حاد او الصعوبه مالتها راح تساهم ان primary attack complication and pernicious symptoms زين. راح تساهم بال شو اسمه بالمضاعفات الاصابه الاوليه وايضا بالبرنيشيوس سيبتومز. السيبتومز اللي راح تسويها شنو هم؟ راح تسوينا كوما زين غيبوبه
convolution اللي هو التشنج, وكارديك فيلير اللي هو شو اسمه توقف فشل قلب. اوكي ادري هوايه, اعرف هوايه, نفس الشيء انا هم من قريتها كانت هوايه, بس هو يحتاج انه يعني تقروها تو باستمرار ما تعرفوها زين. الدايجنوستس مالته شنو وضعه؟ الدايجنوستس مالته راح يكون مايكروسكوبي زين. اول واحد مايكروسكوبي عن طريق المايكروسكوب, شلون نستعمله؟ عندنا ثيك وثين بلود فيلمز زين, ثيك وثين بلود فيلمز taken just before or at the height of the malaria paroxysm will detect number of parasites. يعني راح تاخذ قبل او عند الملاريا باروكسيزم اللي راح من عندها راح نكشف عدد من الباراسايتس زين. الثيك بلود فيلم فور رابيد اكزامينيشن اوف لارج فوليوم اوف بلود زين. هنا الثيك بلود فيلم زين على مود الرابيد اكزامينيشن اوف لارج فوليوم اوف بلود ان سمول اريا اون ذا سايت كونسنتريشن اوف باراسايتس زين. الثيك فيلم راح نعرف هل عندنا هذا الباراسايت ملاريا ولا لا, هاي من الاخير هاي الثيك فيلم. الثين بلود فيلم شنو وضعها؟ specific diagnosis of species, يعني هنا راح نعرف يعني يا نوع من عدها بالضبط موجودة, هل هي فالشي بارام, هل هي اوفالي, هل هي فيفاكس, هل هي ملاريا, هذا اللي هو الثين بلود فيلم. اما الثيك بلود فيلم نعرف انه بس هل عندنا ملاريا ولا لا زين. شنو الفرق ما بيناتهم الثيك والثين هاي زين؟ يقول لنا هنا زين هذا two types of blood film for malaria parasites زين هاي اوكي. يقولنا thick blood film blood smear او blood film نفس الشيء used to determine if parasite is present. اوكي if parasite is present اوكي. اما thin blood smear او blood film على مود the plasmodium species present. اوكي thick هذا هو thick زين, هذا خلي اكتب لكم اياها هنا هم من راح تجيكم الملزمه زين. هذا اللي هو thick زين, وهذا اللي هو thin زين. يعني thin راح تمسح على شو اسمه على هاي العينه زين, اما الثيك لا هي القطره نفسها راح تنزل. يعني انا هسه مثلا اسوي لك وخزه بالاصبع مالتك واخذ هاي الوخزه مال دم, بس احطها على هاي القزازه زين, هاي القزازه هاي العينه فهاي اسمها ثيك. بس اذا لا فرشتها على القزازه زين, فرشتها هنا على القزازه فهنا راح يصير اسمها ثين. اوكي هذا الفرق زين. عندنا ثاني شغله اللي هي اميونو كروماتوغرافيك ميثودز زين. الطريقه الكروماتوغرافيك ميثودز اميونو كروماتوغرافيك اول ليش استعمل على مود تو ديتكت ذا انتيجين ان بلود زين, على مود نعرف انتيجين بالبلود. الاذر ميثود هم عندنا من هم اللي يستعملون عندنا السيرولوجي زين اللي هي الله يزاوي هاي الجماعه, وايضا البي سي ار عندنا زين. تشالنج ان دايجنوستس زين, نعم تشالنج ان دايجنوستس يعني تحديات في التشخيص. شنو التحديات ممكن تصير بالتشخيص والصعوبه اللي نواجهها؟ there are some issues with the various stage of vivax اللي هي زين الفيفاكس. شنو هاي الايشوز مال فيفاكس اللايف سايكل ذات كومبليكيت دايجنوستس؟ شلون هذا الشيء؟ عن طريق شغلتين زين, يا اما لو باراسايت دنسيتي الكثافه مالته راح تكون قليله, يا اما كومبلكس لايف سايكل زين. لو باراسايت دنسيتي ليش؟ يقول لنا منه الفيفاكس ميروزويت اول انفيت اميتشر ريد بلاد سيلز, يعني فقط الخلايا الدم الحمراء الغير ناضجه قلنا اسمها ريتيكولوسايت زين. اوكي ليش؟ يقول لنا as this occur most often in the bone marrow, هذول اغلبهم راح يكونون بالنخاع العظم ما موجودات بالدم زين. فالباراسايت دنسيتيز ان بلاد ار اوفن لو ميكينج ذا باراسايت ديتكشن مور تشالنجينج. هنا المشكله شنو الموضوع؟ احنا بناخذ عينه بالدم, فالفيفاكس وايضا الاوفالي من ناخذ العينه ممكن هي احنا قلنا تصيب بس فقط الخلايا الدم الحمر الغير ناضجه زين. ف هذول اكثر شيء وين موجودات عاده, او اكثر شيء موجودات بالنخاع العظم ما موجودات بالدم اللي يدور بالجسم. فهنا مشكله, فاذا ناخذ فد بلود ثين او ثيك بلود فيلم او سمير هنا ما راح نستكشفها, ما راح نعرفها لان هي ما موجوده اصلا بالبلود سيركيليشن, في اغلب الاحيان ما موجوده. اوكي زين
complex life cycle. ليش complex؟ الجاميتوسايت appear at approximately the same time as asexual parasites. زين؟ نقع قلنا الجاميتوسايت راح تظهر نفس الوقت الاسexual parasites. يعني هنا مو الميروزويت راح راح تتحول تروفوزويت وهي الجماعة وترجع لنا مرة الميروزويت. قاعد قلنا تكوين الجاميتوسايت راح يصير بنفس الوقت اللي قاعد تكون عندنا ميروزويت. فusually before the onset of symptoms. وهذا راح يكون عادة قبل لا يصير قبل لا تظهر الأعراض. Okay. Thus, individuals may be infectious before diagnosis. فهنا الأفراد أو الأشخاص قد يكونون مصابين يعني قبل يطلع التشخيص قبل أن نعرف التشخيص قبل لا يشخصون بالأصل. فعندنا Vivax hybnozoites زين اللي هو dormant stage زين. ف which lie dormant in the liver اللي راح موجودات بالليفر. فهنا راح يكون undetectable ما راح نقدر نكشف عنهم with any currently available diagnostic method. زين. فالمشكلة الثانية اللي هنا أنا قاعد أقول هنا إحنا الميروزويت قلنا الإصابات أو الهاي شلون تطلع عنا من خلال الإريثروسيتيك سايكل اللي هي إصابة كريات الدم الحمر. زين. الجاميتوسايت راح تكون ويا ما قاعد يصير هاي الإريثروسيتيك سايكل إيش وقت قبل لا تظهر الأعراض يعني بعدها قاعد راح تكون الميروزويت بعدها قاعد يشتغل فجاميتوسايت طلعت. زين. فهاي مشكلة. والشغلة الثانية انه الفيفاكس والاوفال قلنا راح يصير بها عملية الدورمانت اللي هي عملية السبات. فمن تبقى بالليفر هنا ما راح نقدر نشخصها هل هي موجودة لو لا. لما عندنا اي طريقة لحد الان موجودة نقدر نشخص انها موجودة بالليفر لو لا. زين. تريتمنت العلاج. العلاج من الاخير راح نستعمل الكلوروكوين والامودياكوين. زين. ريزيستنس ملاريا فالسيبارم شونج دراج ريزيستنس. عندنا الش اسمه الفالسيبارم عندها شو اسمه مقاومه للدواء فراح نعالجها ب تريت وذ كوينين راح نعالجها بالكوينين واحده او ويا شو اسمه ادويه اخرى. زين. واحده او ويا ادويه اخرى. فالعلاج الاساسي شاع كلوروكوين او موداكوين. اما الفالسيبارم لان عنده مقاومه ضد هذا الدواء فراح يتعالج ويا الكوينين. زين. واحده او ويا شو اسمه ادويه اخرى. زين. الكنترول شلون نتحكم بالمرض requires community rather than individual reports. يعني انه لازم المجتمع نفسه راح يسويها مو الفرد نفسه. فعندنا اول شيء انتي موسكيتو كيميكلز. زين. انتي موسكيتو كيميكلز مثل من هو مثل الدي دي تي اللي هو دايكلورو دايفينيل ترايكلورو ايثان. محمد شنو هذا طلاسم من الأخير هذا طلاسم اللي هو هذا اللي تذكروا من كنا صغار ونطلع زين فنطلع مثلا بالشارع نلعب طوبة نتمشى أو أي شيء أو نروح أي مكان فنشوف سيارة تجي هاي من المبيدات الحشرية اللي تنشر لنا هذا كله على طول الحي وإحنا نتونس ونكيف وما أدري شو نظل نقمز على هاي السوالف. زين. بس المشكلة إنه هذا حاليا المنع. ليش؟ لأنه ضار بالإنسان هذا فيوم يستعملون طرق احدث. اوكي. فهذا بعد يعني انتم همين ملاحظين الاخوة اكثر شيء اللي هم الولد اللي هم طالعين وشايفين هواية هاي السوالف فملاحظين كل شوية انه اصلا بعد ماكو يعني ما اتذكر اخر مرة اني شو كنت شفت انه واحد ابو مبيدات حشرية هيجي عنده. زين. فيب هذا اللي هو الدي دي تي. وعدنا العلاج الثاني اسمه ملاثيون. It found to be effective to control by preventing the breeding of anopheles mosquito. هي صح راح تقتل anopheles بس راح تضر الإنسان فنعافت. اثنين avoiding exposure to mosquito bites نتجنب التعرض لعضات الموسكيتو. ثلاثة ناخذ لنا أدوية مثل كلوروكوين. زين. خلصنا بس راح ناخذ لنا مراجعة شوي سريعة. زين. اعرف ممكن طول 5 دقائق 10 دقائق بس انا موت نلم الموضوع كله وشنو وضعه وشنو هو ملخص كلش مفيد ان شاء الله. اول شيء شو اسمه هاي الملاريا البلازموديوم سبيشيز من الفيلم مالته اللي اسمه ابي كومبلكسا. زين. من الكلاس مالته صنف اسمه اللي هو عفوا اللي اسمه حتى اسمه راح من بالي. زين. اللي اسمه هو سبوروزوا. اوكي. سبوروزوا. زين. هذا اول شيء. ثاني ان شاء الله شنو انواعه؟ 4 انواع. هما 5 بس مذكوره بالنسبه 4. بلازموديوم فالسيبارم
بلازموديوم فيفاكس، بلازموديوم اوفالي، وبلازموديوم ملاريي. زين هسه راح نجي على اللايف سايكل مالتهم. عندنا اكزوريثروسيتيك، وها اول شيء السكشوال بالموسكيتو والاسكشوال بالانسان. موسكيتو يا نوع الفيميل انوفيل موسكيتو، زين اللي هي بلود سكر. زين فهنا انا راح نجي اول شيء الاكزوريثروسيتيك تشيزونت. راح تجي الموسكيتو راح تحقلنا السبوروزويت، راح مجرى الدم راح تفتر مدة ساعة، كل شيء ما راح يسوي، ما راح تأثر أي شيء، راح تدخل الليفر راح تتمايز، راح تنقلب إلى ميروزويت، ورا ما تنقلب إلى ميروزويت راح تطلع المجرى الدم. هنا راح ندخل على الحلقة الثانية اللي هي إرثروستيك سايكل، راح تغذي الار بي سي وراح تأكل عليها وتتكاثر عليها وكذا وهاي. وأيضا ممكن راح تأكل هيموغلوبين مال ار بي سي فراح يسموها ملاريا بيجمنت. زين اذا لا، الثاني واحده جاميتوسايت اللي هي ما راح تغذيها، راح تتمايز بداخلها فراح تكون لنا مايكرو جاميتوسايت وماكرو جاميتوسايت. اوكي خلصنا هي ميل وفيميل. طبينا على الموسكيتو، الموسكيتو شنو وضعها؟ راح تجي الموسكيتو تمتص الدم، راح تاخذ كل المحتويات ما بس الشرط فقط الميتشر اللي راح يعيشون، ميتشر سيكشوال فقط اللي هي مايكرو جاميتوسايت والماكرو جاميتوسايت، الميتشر فقط اللي راح يعيشون. فراح يروحون للستومايك، من راح يروحون للستومايك راح شو اسمه يتمايزون. المايكروغاميتوسايت راح يصير عليها 8 مايكروغاميت، راح يصير بها اكسفلاجيليتد، والماكروغاميتوسايت راح يصير بها هاي عمليه بس راح يصير عليها راح تتطور الى ماكروغاميت، راح يصير شو اسمه فورتلايزيشن، راح تتكون زايكوت، الزايكوت راح تتحول الى اوكاينيت، راح تكون موتايل، راح تخترق جدار الستومايك، راح تعبر بعدين زين راح تسوي لنا اوسيست راح يصير بها انسيست، راح بعدين راح تنفجر هاي الاوزيس راح تعطينا ملايين السبوروزويت. هاي السبوروزويت بعدين راح تروح على السلفاري جلانز على متعد دورة حياتها. اكو بعض الجماعة الاوفالي والفيفاكس لا، هذول عندهم فد شغلة ثانية اللي هي اسمها سكندر اكسوريثروتيك ستيج، اللي هم راح يصيرون سبات بالليفر، راح يبقون بالليفر. من راح يبقون بالليفر زين راح تطلع جماعتهم الباقية اللي ما بيهم سبات، راح ينقضي عليهم وهاي وكذا وخلصت أمور سوالفهم. هذولي بعدين راح يطلعون راح يسوون إصابة ثانية وراح يسوون الريلابس تكيس. خلصنا من هاي. زين راح نجيب بس مقارنات شوية سريعة عن بهذا الحقل الشغلات المهمة. الجاميتوسايت مال فالسيبارم راح يكون شكلها هلالي، الباقيات كلهم راح يكونون شكلهم أوفل أو سر أراوند. زين هاي أول واحدة. الفالسيبارم راح تغذينا كل كريات الدم الحمر، الفيفاكس والاوفالي فقط الكريات الدم الحمر الصغيره، الملاريل كريات الدم الحمر الكبيره. زين الفالسيبارام راح تكون مالجننت ترشيان، الاوفالي والفيفاكس راح يكونون بناين ترشيان، والملاريل راح يصير كوارتر. طبعا ها صدق ما ذكر ما ذكروها مال الكوارتر والترشيان. الدوره مالتها على مود تسوين يعني اصابه مره لخ بالانسان نفسه، الاصابه الثانيه مره لخ ورا 48 ساعة باللي هذول الترشين، ورا 48 ساعة راح تعيد نفسها، يعني على اليوم الثالث راح تعيد نفسها. أما الملاريا لا، بال يعني ورا 4 أيام، يعني 3 أيام تمتها، طبت على الرابع راح تعيد دورة حياتها. هذا الشيء. زين الكونسنتريشن أهم شغلة، حفظ أقل واحد أكثر واحد، أقل واحد ملاريا يكون 10,000 لكل مايكرو لتر، واللي عندك الفالسيبارام 200,000 لكل مايكرو لتر. زين هاي الشغلة. الشغلة الأخ بالبرايفرال بلاد، من راح نلقى بالفاسيبارام؟ راح نلقى بس الجاميتوسايت، اما الباقيات راح نلقاهم كل الفورمات. خلصنا من هاي السوالف المقارنه، راح نجي كم شغله هيجي بسيطات. الار بي سي راح يتم تفكيكه يا بالسبلين مثلا، فراح يقتل لنا الباراسايتايز ونون باراسايتايز ار بي سي، فراح يصير عندنا انيميا. هاي اول شغله. زين الثاني شغله الفاسيبارام ممكن راح شو اسمه راح يدخل بكريات الدم الحمر، فراح تخلي واحده تلصق بالثانيه، فراح يسد الاوعيه الدمويه يا اما باللانج يا اما بالهارت يا اما بالجسمه بالكدني عفوا يا اما بالبرين. زين اذا سد باللانج راح يقل الاكسجين، راح يقل الاكسجين راح يصير اكزوشن. زين اذا مثلا بالبرين راح يصير عندنا بارالايسيس وديد. زين خلصنا من هاي. السبلين راح يكون كونجستد زين، وراح يكون انلارجد، راح يكون في حاله الكرونيك فيز راح يكون شو اسمه صلب وراح يكون بي بيجمنت. اما بالحاله الثانيه اللي هي الاكيوت، هذه طبعا كرونيك، الثانيه اللي هي الاكيوت راح يكون سوفت واللي هيموراجيك. اوكي خلاص من هاي. البون مارو راح حمينا شو اسمه راح يصير بيه نفس سالفه السبلين. عندك بعد الليفر هم راح يصير كونجستد وهايبرتروفيك وهاي خلصنا من عنده. زين
اجينا هسه بعدين على الباروكسيزم. الباروكسيزم شنو وضعها؟ هنا انا راح اطبنا الاوفال الملارية والفيفاكس وهاي الجماعة زين، راح تسوينا الصعد درجة حرارتنا من 40 الى 40.6 تقريبا زين، وايضا راح تسوينا امراض عديدة تشيلز وفيفر وهيد ايك وهاي السوالف زين، قد ممكن يصير سيفير زين، فممكن راح تسوينا كوما وش اسمه اتذكر نوزيا فومتنج وهاي الجماعة زين. الدايجنوسيس مالتها يا اما مايكروسكوبيك، الثيك نستعمله على مود بس نعرف ملاريا اكل ولا، الثين نستعمله بس على مود القصد على مود نعرف يا ملاريا هي بالضبط فالسي بارام فيفاكس اوفالي هاي السوالف زين. خلصنا عليها التريتمنت او لا عفوا بعد الدايجنوسيس عندنا نستعمل ايضا بي سي ار، نستعمل سيرولوجي زين، نستعمل شو اسمه اميونوكروماتوغرافيك طبعا. التريتمنت راح نستعمل منهم يا اما كلوروكوين يا اما دوكوينون، بس عندك الفالسيبر عندها ريزيستنت فراح نستعمل ويا كوينين زين. الكنترول يا اما نستعمل دي دي تي يا اما نتجنب العضه يا اما راح نستعمل ادويه. اتمنى فيديوكم هاي ممكن حكي سريع بس قدرون يعني شو اسمه السرعه مال الفيديو تقللوها بس على مود تعرفون هالمراجعه السريعه كلش راح تعرفون كلش على اساس انه ختمناه للملاريا. ان شاء الله افتهمتوا علي وان شاء الله تونسوا هم الموضوع، هو موضوع شويه حلو بس بنفس الوقت بهواية معلومات زين. فان شاء الله استفادتوا من هاي المحاضرة واعتذر عن الاطالة، وهذا وخلصنا. ان شاء الله همين بالمحاضرة الجاية همين راح نمتحن MCQ بالملاريا نفس كل محاضرة. المهم اتمنى انه فيدتكم وان شاء الله استفادتوا، وشكرا ومع السلامة.